فهمتيني؟ فهمتيني؟ طبعا طبعا لانه راه هذا تفاوض. غادي غتكون الجامعه غدا في الصباح وجامعه تمت دعوتها وقبلت الدعوه وطالبت ان يكونوا التمثيل ديال التمثيليه ديال التنسيقيه ديال التنسيق الوطني للتعليم. التنسيق الوطني اييه يعني رفعتوا هذا الفيتو بين مزدوجه ماشي حيدتوا هذا الحراج زعما حيدنا، ولكن راه عنده واحد الكلفه. راه غدا يقدر يقول لك تقول لك النقابات الاخرين يقول لك اودي اسمح لنا، راه حنا هما النقابات ذات الشرعيه. هذا هو الفخ اللي الاداره كتوقع فيه، وانه خصك تعرف كيفاش غادي تساوي نقولها بالدارجه تساوي تجبر الخواطر ديال كل شيء. وفي الاخير لا بد من التمسك بالقانون، لانه اللي خاف نجا اللي تمسك بالقانون اللي هو يا اللي تينظم الجميع وكينظم العلاقه ديال التفاوض. اذا نفهم بانه يمكن صرت اكثر مرونه في الحوار. لابد وحنا رجال تعليم ونساء تعليم لابد من المرونه. هادو كاين نقابه اخرى ربما تحضر معكم او لا استدعيتوها او غتلاقاو بها بعدا. بالنسبه للجامعه الوطنيه للتعليم توجه ديمقراطي ان شاء الله الصباح غادي تكون في غدا الصباح مع العشاء الصباح الى بغى الله تعالى ان شاء الله. ثم عندنا واحد الفكره طرحات وفعلا في غايه الاهميه. قلنا ودي مادام غنعدلوا دابا ونراجعوا ونشوفوا ونعاودوا هذا الشيء كله، هو ما فيها باس نفتحوا على المشهد النقابي. وضفنا دار دعوه اخرى للجامعه الوطنيه للموظفين التعليم، الاتحاد الوطني للشغل المغرب حتى هما غادي يكونوا ماشي غدا، عندهم دعوه ربما شي اجتماع مع السيد الوزير نهار الجمعه في اطار الاستئناس. نهار مبروك، نتمنى ان شاء الله انه تبان فيه شي حاجه مزيانه. انا اللي غنقول وتنبشر بهذه الاخبار هذه، الهدف شنو هو في نهايه المطاف؟ هادشي ما فيهش لا غالب لا مغلوب، ماشي حرب، ولكن كانت صدمه قويه مني هاد الاطراف كلها قايضت في الحوار بمستقبل التلاميذ. هذا هو اللي كيقلق وتيمرض، انه تمسك لا ذنب لهم وديرهم تحطب بواحد المعركه وهميه وبسبق اصرار وترصد ماشي بالالحاح، بحيث انه هذه امور اللي خصنا نبقى زعما. انا غنقول ما ياتي يقول لك اودي ضروري حتى ديروا معنا الحل. دابا كاين مؤشرات على الخروج. شنو هو الجواب؟ شنو هو الجواب؟ اسيدي جي خليو التلاميذ يقراو، يرجعوا الناس يقراو، ولاد المغاربه وجيو للحوار ونهار يبان لكم بان احنا كنكذبوا عليكم عاودوا رجعوا للاضراب. واش غنقول لكم لا؟ هذا هو انا بغيت نبسط اللي عضوا الحناش كيخاف من الحبل. الله يودي ما كاينش الحناش، كاين سوابق انه كان الالتزامات ما وفاوش بها وبالتالي ما بقاتش الثقه. بحالاش مثلا؟ بزاف الملفات يا استاذ، وانت عارف الفئات وعارف الالتزامات وعارف الوعود، ولكن هذا نقاش طويل. انا غير بغيت ناكد على حاجه واحده انك ممكن باش نختموا هذا. تفضل. القطاع ديال التربيه والتكوين قطاع معقد ماشي سهل. راه تندبروا 50% من الموارد البشريه ديال الوظيفه العموميه، ماشي سهل. راه 300 واكثر من 320,000، راه ماشي فئات متعدده، مشاكل مولوده على حكومات سابقه، مشاكل مولوده. ولكن كيف ما كان الحال ما غادي نتهموا حنا حتى شي حد. كان هناك بناء غادي بشويه 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 باش ما نحملوش المسؤوليه مثلا الوزراء السابقين ابدا. يعني كانت ظرفيه، كانت ظرفيه البلاد وغير ذلك. واضح. فيما يتعلق بالنظام الاساسي العقوبات مصممين غتبقى وهي منوضه واحد البلبله كبيره ونجاوبوا بالزربه، لانه العقوبات اللي كاينه في النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه. وانا استغربت الناس اللي خرجوا للشات يقول لك اودي علاش غيعاقبوهم، هذا الشيء راه كاين في جميع الانظمه الاساسيه. خلي في الوظيفه العموميه صافي سيدي، وبها ونعمت صافي، ما كاين مشكل. درتوا لي خاطري في القضيه مزيان، تحورت معنا دابا صافي. الله يجازيكم بخير، ما كاين لا الاجتماع ديال غدا. غدا غادي نقولوا بانه السي رضوان تيقترح هذا ملتمس، الحاجه اللي يجي منها الريح كنسدها وكنرجع. كاع الحاجه اللي اقترحها رجال التعليم حنا موجودين. ولكن شحال وصلنا ديال الهضره؟ دابا نهضروا على التلميذ، نهضروا على النقابات والتنسيقيات والمدربين و 1500 درهم والدراري اللي ما قراوش. شحال ما قراوش من نهار السي ادر دور هذا العام؟ والله ملي كتجبد لي هذا الموضوع الا كان تألم بكل صدق، والله الا كان تألم عيب وعار. كان مساكن ابرياء يتم الزج بهم في هذا الشيء هذا. الله الا خلي ذاك شحال من نهار ما قراوش؟ بزاف. وتقريبا حنا غاديين شهرين وثلاث مساكن ديال الوسط قروي مؤسسات مغلقه تقريبا، وعندنا استحقاقات ماشي سهله، عندنا البكالوريا. وتصور معايا مواطن اب ولا ام ولا اسره ولدهم تيقريو 14 سنه، لان الا حسبنا التعليم الاولي عامين و12 عام ديال الابتدائي والاعدادي والتاهيلي،
تصور 14 عام وتيكدح وتيحاول يقري ذاك الولد وتيحاول يفر له الكتوبه والدفاتر وغير ذلك، وتجي انت في الاخير تحطه وتخليه رهينه وتبقى تتفرج وتستلم راسه. عندكم حلول لهذا الشيء؟ لا لنا كيف غنديروا؟ امتحانات فوق تاغي وقع شي تغير في البرمجه مثلا؟ احنا بالنسبه لنا غير يتحل هذا المشكل هذا، وان شاء الله احنا اكيد على انه غيتحل، لانه اليوم راه حسمنا في الزيادات وتحسين الدخل. نتمناو. بقات المساله الوحيده ديال هذا النظام الاساسي المجمد ناخذوه ونحطوه فوق الطبله ونحللوه ونتفقوا عليه، واكيد على انه في اشياء كثيره لان فيه مكاسب قداش ما هي. الترقيه ديال الابتدائي والاعدادي الخارج السلم، اسمح لي هذا واحد الحلم ديال سنوات، هذا بوحده كافي بعدا كانجاز. ولكن نبقى في النقطه، نبقاش الوقت بزاف سي قدر دور. ما يتعلق بالامتحانات مثلا والاستدراك ديال الزمن المدرسه، السيناريوهات جاهزه عندنا عده حلول. اولا غنستدركوا جميع الحصص اللي هذا اللي ضاعت، وعندنا امكانيات ماديه في الاكاديميات وعندنا ميزانيات لهذا الشيء هذا. ثم غادي نتصرفوا في الهندسه ديال السنه الدراسيه، زحزحت العطال، ثم غادي نضيفوا واحد الاسابيع في النهايه. عملناها في كورونا ودرنا البكالوريا، وكنا في الانظمه من الانظمه التعليميه اللي حقيقه مشات بعيد، ما دارش فرنسا البكالوريا. اذا المغاربه ما يخافوش على وليداتهم هذا العام؟ ولا شحنا هنا ما مهددينش في سنه بيضاء لا قدر الله؟ لا 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 ابدا لا، غير وارد. غير وارد مره. حنايا تنقولها دائما، ما بغيتش تفكرني بشي حاجه قلت واحد المره وشدوا فيا رجال التعليم. هذه الوزاره قاده بشغالها، هذه امور غادي نديروها، غادي ان شاء الله ندير واحد البرنامج مكثف وباشراك الفاعلين والاسر ودعم السلطات. ما ننساوش ان السلطات كدعمنا، وان شاء الله غادي تمر هذه الازمه هذه. تنقولوا دابا فران عاوتاني فران وقادين الوزاره، فران وقادين الحكومه، رجال التعليم كلهم قادين الحكومه ماشي بحومه، رجال ونساء التعليم كلهم افرينا قادين مشغلهم. ندخل الاحسن ديالهم ان شاء الله. تيعطيو، شوف راه تيعطيو بسخاء، راه تيعطيو بسخاء والله. المهام اللي كيقوموا بها رجال ونساء التعليم في الاقسام راه والله لا صعيبه. سيدي الله يجازيهم بالخير. اي وي هذا البلبله كلها اللي واقعه سي ادربور. سؤال كبير ولكن غتجاوبني عليه باختصار. غير شحال بقى الوقت باش وتقريبا ما بقاش ضرب دا وكيهضروا لي فوزني عاوتاني، ولكن ما فيها باس الاختصار. ما غتخلاوش على ورج الاصلاح ولا تقول له ما كاين لا هذا الشيء فيه صداع بزاف؟ لا ابدا. علاش حنا دابا وصلنا لهاد الازمه؟ غير لان هذه المره هذه قلنا ودي ماشي غادي نضيفوا في الاجور وغير ذلك. حنا هذا الشيء كله النظام الاساسي عنده علاقه بالاصلاح المنظومه التربويه. هذا هو الجديد اليوم، ولكل جديد مشاكل في التطبيق. منين جات خالد الطريق نزلت بشموليتها من اجل انها تحسن المردوديه، ولكن يعني في اطار ذاك المكونات الثلاثه اللي ذكرتها، المدرس والمؤسسه والتلميذ. اذا معنى هذا جيل جديد ديال الاصلاحات. وراه بالمناسبه راه باش اسمح لي واحد الدقيقه فقط. تفضل. الحوار الاجتماعي القطاعي والحوار بصفه عامه الاجتماعي راه تو خصو يتجدد الدماء ديالو. بمعنى؟ بان الخلل اليوم. وراه الرساله الملكيه الساميه اللي توجهت للمشاركين في المنتدى الدولي ديال العداله الاجتماعيه اللي نظموا لهذا اللقاء اللي نظموا مجلس المستشارين في 20 فبراير 2020. هذه الرساله كانت صريحه. مؤسسة الحوار الاجتماعي، آلية جديدة مبسطة، إشراك فئات واسعة، إعادة النظر في التمثيلية ديال النقابة التعليمية. هذا مشكل كبير ديال التمثيلية، خاصو حل. بليكم الواقع. بمعنى حنا ماشي حنا تنتكلم، حنا كقطاع راه قطاع معزول على ماشي معزول على باقي القطاعات. اليوم خاصنا هذا الشيء، هذه الأزمة خارجين منها بواحد الدروس. أولا النظر في التمثيلية، لأن باش يقول لك واحد لا تمثل النقابات معناه أنه غادي خصنا نعاودوا نراجعوا الطريقه ديال التمثيليه باش تكون تمثيليه حقيقيه. ماشي زعما حنا كنشكوا في الاقتراع ابدا، غير هو خص اليات جديده. الديمقراطيه التشاركيه كتقتضي جيل جديد من الحوار الاجتماعي ومنظومات جديده. الحوار الاجتماعي وتا الاصلاح يقتضي ربما جيل جديد من الاطر. وهنا غادي نقول السي ادردور، صعيب الاصلاح يكون بالحرس القديم، وانت كيعتبروك من الحرس القديم ياك تسمع الهضره. انا راه غادي نمشي فحالي، قررت ما بقاش بزاف صافي. صافي انا قررت للتقاعد، قررت باقي شي بركه. ايوا صافي دابا انت باقي شي بركه، ما بقاش من الحرس القديم دابا. لا ولكن كنقولوا شوف الجديد بحبابي هو البالي تفرط فيه، معروف هذه القضيه البالي لا تفرط فيه. حيت انا تذكرت انا واحد المداخله كانت شهيره في مجلس النواب كنظن قبل واحد شي 2015 او قبل، في مجلس المستشارين عفوا، وانت كنتي الموضوع ديالها واتهمت بتهم خطيره. هو السيد المستشار اللي تكلم اولا ما نسيتيهاش بعدا؟ لا ابدا. السيد المستشار اللي تكلم هو تيمارس دوره الرقابي،
تيخولوا القانون. الكلام اللي قال قدام الحكومه كلها وقدام البرلماني وقدام ملايين المغاربه. الدوله دارت خنته، تم التحري في هذيك الاتهامات. الامر بسيط جدا. 2015 حنايا لحينا على انه في صفقات الحراسه نضمنوا له سميك. السيده مراقبه الدوله قالت لك اودي انت يهمني غير لو موان ديزون داك الشيء تسميك، انا ما ندخلش في ديك المتاهات لان ذاك الكالكول ذاك الحساب صعيب. درنا حنا لا خصنا نطبقوا حنايا القانون انه نراعيو الحد الادنى للاجور عاد ناخذوا اقل العروض. خدينا رجعنا وخدينا اقل العروض ولكن بعد ما ضمننا احترام القانون ديال القانون. وهذا الشيء كي ما بغاش وتم التحقيق فيه وثبت على ان الامور عاديه جدا. وكما كانتش عاديه ما غاديش نكون هنا اليوم. ايوا الحمد لله انك معنا اليوم. من هنا غنمشي ونطلب التعليق ديالك سي أدردور على العنوان الاتي. بن موسى يكلف قيد ما مدير الاكاديميات خلفا لبن زرهوني بشكل مؤقت في انتظار الاعلان على المباراه لشغل منصب ديال مدير الموارد البشريه وتكون اطور. وقيدو متى؟ اقدم مدير اكاديميه في المغرب. شحال من سنه وانت مدير اكاديميه؟ انا كنت بديت في مكناس على اثر واحد المشكل البكالوريا. كنت نائب في مكناس في مراكش. دوزت سنه في مراكش قبل طبيعه الحال جيت من اقليم اخر ومشيت في 2006 لمكناس باش نعاودوا البكالوريا. بقيت في مكناس واحد المده ثم جيت الرباط في الاكاديميه السابقه الرباط سلازم مول زعير ثم في الجهويه المتقدمه فتجمعوا الاكاديميات جمعت جوج جهات هي الغرب الشرطه بني حسن مع الرباط سلازم مول زعير. وبقيت كنمارس من 2016 ل 21 مده الانتداب الاولى وعندي عاوتاني مده الانتداب الثانيه لان عندنا حنا في الحق خمس سنوات مرتين مرتين في القانون الجديد. كاين اللي غايقول لك لا راه ما محسوبش من 2006 محسوب غير من 2016. عندنا خمس سنين لا خمس سنين اما كدوز غير خمس سنين كتمشي في حالك اذا تم تجديد الثقه فيك كتولي تزيد خمس سنين اخرى. انا دابا عندي واحد التعيين فيه من 21 ماشي 26 غادي نتقاعد قبل 26 قبل 26.